مشاهدينا الأوفياء، مرحبا بكم من جديد في هذا الفيديو لتجديد إطار صورة وافية الحجم ذات قياس 60 سنتيمتر في الطول و 42 سنتيمتر في العرض، ومع بضع سنتيمترات البياض. إذن مشاهدين، أتاني طلب تأطير مجموعة من الصور ذاكرة مدينة ما، سنتعرف عليها في الفيديو القادم. وعملنا في هذا الفيديو أمامكم وهو تجديد هذا الإطار بعدة مراحل، ومنها الحك بورق فير المس المعروف بورق الإنهاء الأسود أو ورق الصنفرة، بعدها نفض الغبار أو مسح بمنديل، ثم صباغته بالفلاش فقاعات أو الضغط الصباغة الموجودة لدينا في القارورة. وقبل الصباغة يجب تفريش أو التغطية على مساحة الأرضية لتفادي قطرات الصباغة. ثم بعد إنهاء الصباغة أضع الإطار المبلل بالصباغة في مكان آمن لينشف بعد 8 ساعات أو أكثر. وفي اليوم التالي أضع في إطارنا الزجاجة كذلك المجموعة من الصور الشمسية، ستكتشفونها في الفيديو القادم. ثم وضع الورق المقوى على الخلف، ثم ترتيق المسامير جوانب الكرتون أو الورق المقوى أي على جوانب الإطار. بعدها أخذ هذا الشريط الورقي جرافيت وأقوم بتبليله بقليل من الماء باستعمال قطعة الإسفنجة. إذن مشاهدينا، شريط جرافيت، ملامح لدينا ورق كرتون، شريط جرافيت، البيئة ودية، التصاق ممتازة، قابلة للكتابة، غير سامة، لا طعم له، المياه قمشيط يمكن إعادة تدويرها. فالمواصفات: ورق كرتون، شريط جرافيت، لدينا المنتج رمز لاصق، نوعه دعم ورق سمك ميكرون، الأولي التصاق ألواح فولاذية، لونه بني فاتح، ورق جرافيت مع تعزيز الألياف الزجاجية، النشا الغراء المقصود بغراء يعني اللصاق، نوع من اللصاق يسمى باللغة العربية الغراء.
لقد فعل العديد من تخصيص شريط جرافيت أجل، وعلاوة على ذلك معلومات يرجى إرسال استفسار أدناه عن طريق النقر على إرسال. يجب تخزين الشريط في عبوته الأصلية في منطقة باردة وجافة بعيدا عن أشعة الشمس المباشرة، ويجب استخدامه في غضون 6 أشهر من تاريخ الشحن. الأسطح التي يتم تطبيق الشريط يجب أن تكون نظيفة وجافة وخالية من الشحوم والزيت أو غيرها من الملوثات. أختار من بين الكثير من الإطارات لتتناسب مع أي تصميم. استعرض مجموعتنا من إطارات الصور، وذلك عبر فتح جزء البحث والضغط على أيقونة إطارات الصور لتحميل العديد من صفحات إطارات الصور التي يمكننا استخدامها مع أي صورة، سواء أكنا سنختار من مجموعتنا العملاقة من الصور المخزنة أم من الصور التي حملناها تلقائيا. تغيير حجم الصور واقتصاصها بحيث تلائم إطارنا بتصاميم ووضع إطار صور إبداعية. تمثل الإطارات أداة تصميم قوية لإبراز صورنا وضبط المسافة بينها وبين عناصر تصميمنا الأخرى. لنستخدم الإطارات لكي تحدث تباينا بين صورنا وصور الخلفية وتأثيرات النسيج، أو جرب تغيير مستويات اللون والمساحة لتحسين تصميماتنا وتوجيه عين المشاهد. العديد من إطارات الصور المربعة الرائعة، لكن المتعة ليست مقصورة على المربعات فقط، فنحن نوفر كذلك العديد من إطارات الصور ذات الأشكال اللطيفة وغير التقليدية التي من شأنها إبراز أي موضوع. تساعدنا مجموعتنا المتنوعة من إطارات الصور متعددة الأشكال بما فيها من دوائر ونجوم وقطع البازل على تنفيذ قص الصورة بإبداع في متجر لخامات الأعمال الفنية، لدرجة أننا تخيلت كيف سيبدو على جدارنا. قد يشكل الإطار المميز نواة لفكرة عظيمة في بعض الأحيان، ولدينا عدد وافر من إطارات الصور لنختار منها الأساس للتصميم قبل إنهاء صورنا أثناء تنقل. سهل أيضا بفضل تطبيق وصلنا إلى نهاية الفيديو. أشكركم على حسن المتابعة، فلا تبخلوا علينا بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم جديدنا. دمتم في رعاية الله.